مساء اخواني، يا مساء الخير على الجميع. اليوم الجدول راح يكون بحري بحكم ان اليوم اخر يوم راح يكون لي في اسبانيا. فاليوم عندنا اكتيفيتي وحركات بركات كذا يا الربع. واخر مره ربع لعبت البحر، الله لي يوريكم سرات، يمكن 10 طن بحر والله العظيم. بطني صار كله ملح، لكن هالمره نقول الله يستر. تخيل الربع، تشوفون المكان اللي احنا قاعدين نسبح فيه، ترى هذا مو بحر، هذا محيط، فاهمين؟ فلما انت تسبح فيه حتى انك سبيح من عين والدين يسحبك اسمه ذا المويه يعني، وتغرق وتموت. فتو انا ترى ما استعمل هذه الربع، انا ترى اعرف اسبح، بس هي قالت ترانكيلو ترانكيلو مدري ايش، فسبحنا وردينا. اول ما كانت الامور ماشيه تمام، اول ما نزلت البحر اللي يطري في بالي هذاك الموقف حق الروسي ذاك اللي تعشى عليه القرش. اول ما جاء الشيء في بالي ما بداني ثانيتين انا عند القارب على طول. بعد جاني وسوس، قلت خلاص بعدني سابع والله العظيم. بس تتوقعون قرش يسوي يتعشى عليه بعملني معاملة فصفص؟ بركات اخوان، حاليا نتواجد في المطار واقلاعنا راح يكون شويات الربع على الساعه 3:45 دقيقه. يقدرون بعض الناس يستانسوا بدون ذكر اسمه. المهم راح نوصل الدوحه يمكن حوالي الساعه 12:11 بالليل على حسب الطياره صنفت معي مشين بدري، مشينا توكلنا على الله. وبس والله ادعي ان الله ينزل هذا النوم من السماء علي وانا بالطياره، لان انا من الناس اللي لازم كان في شيء يهتز مستحيل انام. بس يا ربع، شركات الطيران لاين ترى الشعب مو كله مع طايحين على بنك بزنس 16000 ريال. ليش؟ والله لو انه عرش بلقيس ليش غالي كذا؟ يا ليته عاد يسوى الجسم يعني. والله العظيم انا حجزت ربع كرسي، الله يستر لكم ان احد جالس جنبي. انا ادعي اقول يا رب يا كريم عشان الواحد يتربع ويتسدح وينام زين والله العظيم. فان شاء الله نوصل بالسلامه، والله يستر علينا وعليكم يا رب. يا اخوان حبايبي، هذا واحد من الشباب عنده يوزرات ثنائيه ثلاثيه يا الربع، اشياء مميزه وفخمه. اذا حاب تنفرد بشخصيتك وزي كذا تكون مميز عن كل الناس. طبعا انا توي ماخذ عنده الربع يوزر زي مثل ما انتم شايفين، بس ما راح اقول لكم اياه، يوزر ثلاثي. فاذا حاب انك تكشخ وتكون كذا متفرد بذاتك وبشخصيتك، هذا رابط حسابه بالتليجرام يعني تقدرون تتواصلون معه. طبعا انا بنزل لكم، عنده يوزرات كثير وكل فتره ينزل دفعه يوزرات جديده مميزه يا الربع، عرفتوا؟ فهذا حسابه اللي حاب يتواصل معه. شكرا لكم ومقدرين الجهود. يا ربع شوف المكان وين. شوفوا وين الحمام، الله يلعننا ما اجلس. ما يمديني انام الربع الا القاها من المضيفه. المضيفه الحين تنتظرني، والله يا ربع اعرف المضيفه، لا شافتني نمت اكسكيوز مي سير تجيني على طول تصحيني من النوم. يعني مستحيل هذا المكان، هذا محظور. بشوف اي مكان ثاني، خلنا نراقب بس الاماكن زين. اي انا اللي انسدح حق راسي. طبعا انا جلست اتفخت يمين وصار اطالع في بزر جنبي ولا لا، عشان ما يصير نفس الموقف الاول. والله العظيم ادخل في مره جالس حالي حال نفسي كانسان مواطن قاعد اكل كندر، عرفت الكندر ذي البيضات الصغار اللي جنبي عالي ومعاهم ورعين. الا ورعهم شاف ان انا قاعد اكل كندر واعطيته الاول واعطيته الثاني اعطيته، نشب لي غثني هنا غثني. يوم الثالثه ما اعطيته، اعطين طم ادخل الكندر في حلقي. انشب لي هالمره والله لو في بزر وينشب لي بارميهم فوق الطياره، بيدرفع بيطيح على الارض والله العظيم. فالله يستر. انا قاعد اطالع الوضع، الوضع اوكي ما في وراعين، بس انا عارف بيجون الوراعين يسقط نجمي.
بيطلعوني من كل مكان. والمعلومه ترى كلمت الموظفه، ما ادري ايش اسمها الموظفه، المهم المضيفه، كلمت قلت لا تصحيني من النوم، لا تصحيني من النوم، اصحي هذا مره العاشره. فاصبر 10 دقائق قبل ما نقلع بتجيني اكسكيوز مي سير وي هاف لانش توداي.